في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس ذهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. صاحبنا ده عايش حياته بلوشي، أكله بلوشي، لبسه بلوشي، سكنه بلوشي، حتى شغله بلوشي، ومع ذلك يا أخي ما تعرفش إزاي مسلك أموره في الدنيا، وما تعرفش إزاي بيلبس طاقية ده لده وبيسكت ده ويراضي ده. إنسان غريب، ده حلاب ولعبان، وهتتجنن. ما عرفش إزاي بيقدر يعمل كل ده ويطلع منها في كل مرة زي الشعرة من العجين. بالحب، بالحب والله يا منامور، بالحب، كله بالحب حبيبي، وطول ما قلبك ابيض والنيه صافيه وزي الفل يبقى كله حليب قشطه. وانا انت فاكر ايه؟ مش الست ام كلثوم قالت لك بالحب وحده انت غالي عليا، بالحب وحده انت ضي عينيا؟ الحب بيصنع المعجزات عموره، والكلمه الحلوه تهدي النفوس وتغلب الفلوس. معقوله يا عبد العزيز تضحك على الناس وتشغلهم بلوشي وبعدين تسكتهم بالكلام المعسول الفارغ ده؟ يا راجل، ده الشباب اللي انت شغلتهم في السايبر الوهمي بتاعك ده فيصل جم كلهم يشتكولي انك ما قبضتهمش بقالك 4 شهور. مش حرام عليك يا ضلالي بعد ما الناس تديك خبرتها وتقف جنبك وتساعدك وتنقذك من ديونك، ولما مشروعك يقف على رجليه تاكل حقوقهم يا راجل يا ناقص؟ لا 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 لا، عيب عيب. لا لا، من فضلك من فضلك ما تغلطش اخ عمر. اولا انا لما فتحت السايبر ده عندنا في فيصل وجبت الشباب دول يشتغلوا معايا قلت لهم الاول اننا مع بعض على الحلوه والمره، وان كان فيها خير يبقى لينا كلنا، واذا خسرنا الخساره تتوزع على الجميع. ودينا اهو يا دوب بعد 4 شهور بدات اجيب فلوس اللي صرفتها من جيبي على المشروع، وقلت لهم بقى ان المكسب اللي جاي بعد كده ان شاء الله ان شاء الله يعني هيبقوا ياخدوا حقهم الطقطقين. ايه بقى اللي زعل في كده؟ مش فاهم انا. وانت تعالى هنا، انت معايا يا عم انت ولا معاهم ولا ايه بالظبط؟ انا مع الحق يا زيزو، مش مع اكل حقوق الناس. ما ينفعش الناس تشتغل وتقول لها بعدين حين ميسره، قبلوني لما تفرج. اللي بيشتغل عندك ما هوش شريكك في راس المال يا حبيبي، ملوش دعوه انت هتكسب كام وامتى ولا حساباتك ايه في البنك ولا مديون لمين. الشغيل يا اخي زيزو لازم ياخد اجره قبل ان يجف عرقه. عارف دي ولا سجلها لك؟ عارفها يا عمر، عارفها وحافظها يا سيدي. وبعدين هو انا لوحدي اللي بشغل الناس وبقول لهم حين ميسره؟ ما كتير بيعملوا كده يا اخويا، ما هو ما احنا شغالين اهو وحين ميسره وماشي يا عم، وشيلنا شيلك كل باسط. يا باسط يا باسط يا سيدي، بس لما ربنا يبسطها عليك يبسطها انت كمان على الناس. انا بس اللي مستغرب له وحيجنني الناس بيصبروا عليك ليه وبيستحملوا تسويفك وقلعيبك دي ازاي؟ بالحب، بالحب والله عمور يا اخويا، ده الكلمة الحلوة تطفش العفريت وتسكت الموظف الغتيت. فهمتها انت دي بقى ولا سجلها لك؟ بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم، هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني اسيبكم في امان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبة، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.